بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في سؤال حد بيسالني عن ليه بنطيب اجساد القديسين ونضع عليها الاطياب والحنوط ونكرمها. يعني الحقيقه في الاول عايز اقول ان احنا لا نعبد اجساد القديسين، لكن احنا بناخد بركتها واحنا بنكرمهم. وفي إيماننا المسيحي أجساد المؤمنين الحقيقيين أجساد مقدسة، ومقتنياتهم أيضا مقدسة، وعندنا إثباتات كتيرة من الكتاب المقدس تثبت أن أجساد القديسين تكرم. فمثلا معلمنا بولس الرسول يقول لنا إيه؟ يقول: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ ويقول: اشتريتم بثمن، مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. ويقول كمان: لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. فأجساد القديسين مقدسة لأنها أعضاء المسيح وربنا بيتمجد فيها، وهي هيكل للروح القدس لما بتمسح بسر المسحة المقدسة، زي ما قال القديس يوحنا في رسالته الأولى: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس. فأجساد القديسين يحق لها التكريم ويحق لها التطيب. وفي الكتاب المقدس ذكرت أحداث كثيرة جدا تشير إلى أن حدثت معجزات وبركات من أجساد القديسين ومن مقتنياتهم. في حادثة إليشع النبي لما كان في ميت محمول، وبعدين جه الغزاة جم فتخضوا وطلعوا يجروا فرموا الرجل الميت، رموه في قبر إليشع النبي. فلما نزل الراجل ومس عظام إليشع النبي عاش، عادت إليه الحياة مرة أخرى. وهكذا ربنا استخدم عظام إليشع النبي في العهد القديم عشان يقيم ميت. بولس الرسول في العهد الجديد كان يصنع قوات غير معتادة، كان مناديل، كان يجيبوا مناديل ومآزر ويحطوها على جسده، وكانوا ياخدوها يحطوها على مرضى فتشفيهم، وعلى أرواح شريرة فتخرجها، واخدين بالكم؟ وكانوا المؤمنين بيطلبوا الحكاية دي، وبعلم الآباء الرسل، وربنا كان بيوافق على كده وبيستجيب، وكانت تصنع معجزات. وكانوا بياخدوا المرضى، وكان بطرس الرسول لما يعدي حتى لو يخيم ولو ظلوا على أحد منهم كان يشفيه. يعني ظل بطرس الرسول بيصنع معجزات ويشفي مرضى، والله يستجيب، والرسل موافقين على كده، والرب كان بيؤيد هذا بمعجزات. وفي حكمة ابن سراخ يقول: ليكن ذكرهم مباركا ولتزهر عظامهم من مواضعها. فتزهر عظام الأنبياء من مكانها، فإنهم يعزوا يعقوب وافتدوهم بإيمان الرجاء. ده كلام جميل عن عظام القديسين. حتى في أيام إيليا النبي لما رفع للسماء حيا، وكان التلميذ إليشع متمسك بالهدوم بتاعته بالرداء، فسقط الرداء في إيدين إليشع، وبعدين صعد إيليا في المركبة النارية، وبعدين إليشع جه عايز يعبر الأردن فمسك الرداء بتاع معلمه إيليا النبي وقال، تشفع بإيليا يعني، وقال: أين هو الرب إله إيليا؟ وراح رفع الرداء وضرب المية بالرداء، فالنهر الأردن انفلق، انفتح نصين، وعدى إليشع ببركة صلوات أبوه إيليا النبي. السيد المسيح نفسه للمجد مكان، كان هد بثوبه يشفي. جاءت المرأة ولمست هد بثوبه، يعني طرف جلبيته من وراء، فوقف النزيف. فالمبدأ موجود وربنا قبله، وربنا قدس المادة، واحنا ما نحرمش المادة أو ننجسها، ولكن نستخدمها استخدام حسن وطيب. والسيد المسيح نفسه أيضا قبل التطيب، فلما جت المرأة سكبت الطيب من قارورة كثيرة الثمن على رأسه، وقال لهم: سيبوها، إنما صنعت هذا لتكفيني، وطوبها. وقال لها: الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها.
وأيضا في الكتاب المقدس ذكر عن يوسف البار لما كان في مصر ومات، أوصى بني إسرائيل إن هم تنبأ ليهم إنهم يخرجوا من أرض مصر، وطلب منهم إنهم لما يخرجوا ياخدوا عظامه معاهم، يصعدوها من مصر ياخدوها معاهم يرجعوا بيها. وحصل بعد كده إن هو في خروج بني إسرائيل من أرض مصر موسى النبي بنفسه هو اللي أخدها وخرج بيها وعاد بيها إلى أرض الموعد. وده ذكره بولس الرسول في العبرانيين، وقال بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. والسيد المسيح لما دفن يقول إيه، فأخذوا جسد يسوع ولفوه بأكفان مع الأطياب، جسده الطيب، ويوسف خدوا لفوا بكتان نقي وطيب جسد الرب يسوع المسيح. من أجل هذا احنا نكرم أجساد القديسين وناخد بركتها ونطلب شفاعتهم وصلواتهم من أجلنا. يتبارك الله في الكنيسة، لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.